اليوم الوحدة خسر من الفيحاء بهدفين دون رد، من سجل هالهدفين في الأنويفة. شوي بعد ذلك بندر ناصر بلمسة باتجاه أوسو، أوسو تخلصت الكرة من حمد الجزاني إلى وليد باخشوين، وليد باخشوين بيحاول فيها، تخلصت الكرة تصل عند أندريا الخطير، أندريا يسدد كرة والكرة خطيرة. أوه هو أصلا موسيقار، هو أصلا موسيقار يا جدعاني، لا تخطئ مثل هذا الخطأ. في الأنويفا أندريا سدد الكرة على دفعتين، حاول فيها عبد الله الجدعاني، لكن شوف هدوء كارلوس في الأنويفا، شوف هدوء كارلوس في الأنويفا. لا والله اللي سدد الكرة جيجي أو نيتو، اللي سدد الكرة نيتو، من جانب كارلوس في الأنويفا الكرة ملعوبة. فيلانويفا شوف الكرة مرة ثانية متوسطة الارتفاع، صعبة عليك يا جدعان.